مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج حكاية ولاد البلد على قناتكم الموقرة قناة الصحة والجمال. أسعد الله مساءكم بكل خير. النهاردة حلقة جديدة من البرنامج، حلقة إن شاء الله بإذن الله تعجبكم. طبعا في البداية عايزة أقول إنها أيام مباركة، فيها نفحات، فيها رائحة جميلة جدا، وهي رائحة عطر مولد سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طبعا هنعمل حلقة مخصوص، لأن ده أقل ما يمكن إن احنا نعمله. مفروض إن احنا طبعا متبعين نهجه وسنته عليه أفضل الصلاة والسلام، شفيعنا يوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم بارك وصلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزين نقول مبروك لكتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان. عايزة أشبهها بشجرة مثمرة، شجرة مثمرة فروعها وغصونها متعاونة خضراء، ولكن الشجرة عشان تثمر لابد أن يكون لها راعي، فما بالك براعي الكون كله راعيها بفضل الله، لأنها كتلة من كتل النشاط المجتمعي. الأستاذة عنايات السنان سنعتبرها هي الجنيني، هي الراعي الأصلي الذي تسقي هذه الشجرة، فأصبح من شجرة واحدة بكيان واحد إلى 50 كيان متفرع بأعضائها، بأعضاء كتلتها المحبين للبلد، للمحبين لشغلهم، محبين إن هم يتعاونوا باسم مصر كلنا. وأنا بيشرفني إن أنا أكون عضو من أعضاء الكتلة، وإن شاء الله بإذن الله سنتابعكم بأخبار جديدة بالنسبة لتعدد الكتلة المجتمعية في جمهورية مصر العربية. ترقبوا مفاجآت عديدة لكتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان. معانا تقرير هطلع بيه هتعرفوا منه ضيفة حلقة النهاردة. مش مجرد تقرير، هو مجرد استيفاء صغير، سي في صغير لضيفة النهاردة. نطلع التقرير ونرجع مع ضيفة الحلقة. رجعنا لكم بعد التقرير ومعايا ضيفة بنت بلد، بنت مصر. إذا اجتمعت الأنوثة مع الرجولة، إذا اجتمعت الجدعنة مع خدمة الوطن، إذا اجتمعت بنت البلد المصرية الأصيلة اللي شاربة من مية النيل مع شخصية مرموقة، يبقى اجتمعنا في صفات جميلة جدا. أتمنى طبعا إن احنا كلنا نحتذي بمثل هذه الصفات، وإن شاء الله بإذن الله هي هتتكلم عن حاجات كتيرة قوي في برنامجها. هي مرشح لمجلس النواب، ولكن قبل ما تكون مرشح لمجلس النواب فهي إنسانة اجتماعية، رئيس مجلس إدارة جمعية، دكتوراه، مدرس تربوي، تنمية بشرية، حاجات كتيرة قوي. برحب بالدكتورة سهير التوني، اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، وشكرا لحضرتك، وشكرا لكل معدي البرنامج، وانا سعيده جدا ان انا موجوده معاكي النهارده. واحنا اسعد، ربنا يخليك يا رب. طبعا في البدايه عايزه اعرف مشاهدينا وجمهورنا من هي دكتوره سهير التوني. هو انا حد ما بيعرفش يعرف نفسه كويس، بس انا هحاول. دكتوره سهير، انا دكتوره سهير التوني، استاذ بجامعه الملك عبد العزيز، رئيس مجلس اداره مؤسسه حلم التنميه للاستشارات والتاهيل والتدريب، استشاري نفسي معتمد من وزاره الصحه. يعني لو هنقعد نتكلم بقى في الحاجات دي هنلاقيها كتير جدا ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. انا بدات مشواري مع، هقول لك ان انا يعني قعدت شويه في الدراسه ورجعت كملت دراستي واخدت ماجستير ودكتوراه، وانا حصلت على الدكتوراه من جامعه عين شمس بمرتبه الشرف الاولى، وكان مشوار طويل منه ان انا كنت حابه اقدم خدمات كتير للمجتمع. جه التخصص بتاعي خلاني انحصرت شويه في ذوي الاحتياجات الخاصه، وبعدين العلاج النفسي والتنميه البشريه وحاجات كتير. يعني انا بدات في مؤسسات كتير وجمعيات ومراكز، كنت بقدم فيها استشارات نفسيه واسريه وتعديل سلوك وكل ما يخص ذوي الاحتياجات الخاصه او العلاج النفسي. تمام. الماجستير بتاعي في الاعاقه السمعيه، الدكتوراه في البرمجه اللغويه العصبيه.
بعدين فكرت بقى ان انا عايزه اعمل خدمات اكتر وخدمات اوسع. عملت مؤسسه وبدات حطيت فيها انشطه كتير، وبدات اتجه ان انا يعني اقدم خدمات مجتمعيه بشكل اوسع شويه. تمام. المؤسسه دي الحمد لله ليها انشطه كتير، تنميه مهارات واستشارات. فتحنا مركز في وسط البلد، وبنعمل ان شاء الله اقامه داخليه لذوي الاحتياجات الخاصه فين يا فندم في وسط البلد؟ في شارع شامبليون، شارع النبراوي جنب قصر شامبليون. تمام. المركز احنا بنقدم فيه خدمات كتير، بنقدم فيه رعايه نهاريه، بنقدم فيه استشارات نفسيه، استشارات اسريه، تقييمات وتشخيص للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، بنقدم كمان تنميه مهارات، تعديل سلوك، بيبقى فيه كمان دورات وتدريب تمام. للتنميه البشريه وكل ما يخص ذوي الاحتياجات الخاصه وزائد التنميه البشريه. أكتر حاجة وجعتك في خدمة المجتمع، أكتر حاجة اتأثرت بيها وصممت إن أنت تكملي فيها كانت إيه؟ هم ذوي الاحتياجات الخاصة، لأني أنا بجانب شغلي الأكاديمي، لأني أنا كنت في كذا مكان وأكتر من مكان كنت عضو فيه ومشارك فيه. فعارفة حضرتك لما بتشتغلي مع طفل ذوي احتياجات خاصة وبعدين أنت بتلاقي نتيجة، طبعا الموضوع بيفرق جدا يعني اكيد بشكل لا تتخيليه اكيد. مدى الفرحة. عارفة لو أنت بتشتغلي، أنا كمان درست تخاطب في طب عين شمس ومع سمع وكلام، فمجرد ان انت بتخلي الطفل ده يقول كلمه فدي يعني قمة السعادة. انجاز. ما هي دي اللي احنا بنقول زهرة بنبتدي نرعاها وهي صغيرة وتكبر قدامنا بنحس بنجاحنا تمام. فيها يعني. فانا عشت حاجات كتير معاهم وعملت حاجات كتير معاهم، نظمت مؤتمرات وكنت رئيس لجنه مؤتمرات ومناقش في اللجنه العلميه في مؤتمرات كتير. الاطفال دول حضرتك اتعمل يعني في قانون بتاع 2018، القانون ده هايل ما سابش طبعا. حاجه الا اما قالها ذوي الهمم واداهم حقوقهم ده حقيقي. من كل النواحي، من كل النواحي الحقيقه هما وفي كل يستحقوا المجالات. بصراحة يعني. هم يستاهلوا طبعا، يستحقوا، لان هو يعني دي قمه يعني ايه، قوه هائله لو احنا استغليناها، لان هم عندهم قدرات خارقه. ده حقيقي. هنلاقي نفسهم ان احنا مش عالة على المجتمع، اي هم ناس منتجين. اي لكن المشكله في القانون ده ايه؟ ان القانون ده ما بيتفعلش في كل مكان، احنا محتاجين انه يتفعل. لاني انا يعني طب هستأذن حضرتك، معانا مداخلة إسراء من القاهرة. مساء الخير. الخط فصل، عاود الاتصال بينا تاني يا إسراء. اتفضلي يا دكتور. كنا بنتكلم ان القانون محتاج يتفعل، لاني من خلال شغلي معاهم عارفه المشكله في ايه. المشكله ان في مناطق كتير واماكن كتير ما فيهاش امكانيات ماديه، وده طبعا بيعوق تقدمهم نهائي، لان هم يعني بيبقى ما بيقدروش يكملوا الادويه، ما بيقدروش يكملوا التدريب، لان انت حضرتك عارفه صحيح. ان لو بس هيحتاج تخاطب فهو ممكن ياخد سنين، ممكن صحيح. ياخد سنين عشان يتحسن. فبتلاقي ان الاسره ما بتقدرش تواصل. فدي يعني من الحاجات اللي كانت يعني تمام. استاذنك رجعنا لاسراء. مساء الخير يا اسراء. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا حبيبتي، عامله اتفضلي. ايه؟ الحمد لله تمام. والله كنت بس عايزه اشكر حضرتك على وقفتك جنبي. يا حبيبتي مين؟ اسراء. ازيك يا اسراء، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام مدام اميره، الحمد ربنا لله. يوفقك يا حبيبتي ان شاء الله الله وتعدي ازمتك بشكر بخير. حضرتك جدا، وحضرتك وسياده المستشار مصطفى متولي بجد على وقفتكم جنبي، انا عاجزه عن الشكر العفو يا حبيبتي العفو. لا تحت والله أمرك، بجد، تحت أمرك. والله عاجزه عن الشكر بجد، انا بجد مش عارفه ارد جمالك دي ازاي. لا لا لا، انت بنتنا ولازم نقف جنبك، ده أمر طبيعي إجباري علينا، مش عاملين لك أي مجاملة في أي حاجة. إن شاء الله ربنا يعدي أزمتك على خير يا إسراء. شكرا يا حبيبتي المداخلة، أشكرك. اتفضلي يا دكتور. آخر حاجة أنا بعمل، كنا عملنا مبادرة ابني ونمي، وكان الهدف من المبادرة دي ابني إن احنا بننمي الأطفال الصغيرين عشان نعمل وقاية من إن يبقى في مشاكل سواء سلوكية أو نفسية أو اجتماعية. نمي اللي هو بقى اللي الشباب عنده اللي حصل بقى موهبة. فيه مشكلة، فاحنا هنبدأ ننمي ونحاول تمام نحل المشاكل ونعالج تمام الطفل. عملنا كمان، احنا حاليا بنعمل مؤتمر دولي ويعني
لأول مؤتمر. مؤتمر لينا في تمام، المؤسسة. عن ايه؟ المؤتمر عن التقنيات والبرامج الحديثة اللي بتساعد في تأهيل ذوي الهمم. حلو هو قوي. أنا كنت بس عايزة أقول مين هم ذوي الهمم، بعض الناس ممكن ما تبقاش عارفة فالمصطلح ده بيميل بينطبق على مين. ذوي الهمم هو أي إنسان عنده قصور أو عجز جزئي أو كلي بيعوقه إنه يقدر يمارس حياته اليومية. فإحنا تمام. هو ذوي الهمم ليه؟ لأنه هو بيبذل طاقة يعني مضاعفة عشان يقدر يمارس حياته زيه وزيك، فعشان تمام. كده هو يبقى لازم يستحق لقب ذوي الهمم. إنما ذوي الإعاقة والحاجات اللي كانت طبعا دي ما كانتش مناسبة ليهم خالص. تمام، هستأذن حضرتك، معايا مكالمة. أستاذة إيمان، برضو الخط فصل، ارجعي تاني يا أستاذة إيمان لينا. أنا عايزة أقول لسيادتك إن ذوي الهمم عمر الإعاقة ما كانت إعاقة جسمانية، ولكن دايما الإعاقة الذهنية هي ما تعوق الإنسان لتكملة مسيرته. يعني تلاقي إنسان سوي ولكن عنده إعاقة ذهنية، مش عارف يفكر في مستقبله، مش قادر ياخد خطوة للأمام، فده فعلا المعاق الحقيقي. حضرتك برضو التنمية البشرية بتحل المشاكل دي وبتحسن تمام، منها كتير، لأن بالظبط أي حاجة أي حاجة أنا أقدر أعملها أنت تقدري تعمليها بالظبط وأي حد يقدر يعملها، بالظبط. لكن هي الفكرة في الدافعية والطموح. التنمية البشرية بتساعد على إن احنا ننمي ده جوه الشباب وجوه الأطفال عشان نقدر نخليهم ما يبقوش زي ما حضرتك بتقولي إن هم يبقى عندهم إعاقة ذهنية. تمام. كملي يعني. أنا المؤتمر بتاعنا المفروض ان هو بنقدم فيه يعني الاهداف منه ايه، ان احنا بنعرف الناس العاملين في المجال، بنعرف اولياء الامور ازاي يتعاملوا مع التقنيات الحديثه وازاي يتعايشوا مع ذوي الهمم. طبعا مش هنقول ذوي الهمم الاطفال لان ممكن يبقوا اطفال وممكن يبقوا مراهقين وممكن يبقوا شباب، تمام؟ فاحنا هنقول ذوي الهمم كفئات. كمان بنظهر دور الاخصائي النفسي والتربوي في التشخيص والتقييم لذوي الهمم. كمان بنظهر في المؤتمر البرامج الحديثه واللي هي بتستخدم بالتكنولوجيا، تمام. ونربط ما بين التشخيص الورقي والتكنولوجيا، لان احنا ساعات بنحتاج التكنولوجيا وساعات بيبقى صحيح لازم الورقي. صحيح. كمان بنبرز دور الاعلام في التوجيه والتوعيه لذوي الهمم، وازاي ان احنا يبقى في برامج وفي ندوات بتوعي الاهالي والمختصين في المجال ده ان هم ازاي يتعاملوا مع الاطفال مع الفئات دي. جميل. كمان على احنا فكرة رسالة شكر بجد بوجهها من خلال البرنامج ومن خلال حضرتك لكل ام واب طبعا عنده طفل من ذوي الهمم، بقول له انت يعني حد عظيم جدا، ان طبعا انت تقدر تستحمل طبعا طبعا الطفل ده وتقدر تربيه وتقدر تطلع الخير اللي جواه وتقدر تعمل منه انسان في المجتمع ليه اسم وليه كيان. طبعا. لا يعني لا انت مش متخيله، عارفه لما تعيشيها في وسطهم، لا معاناه بس هم فعلا يعني يستحقوا ده حقيقي التقييم والتقدير، لان كمان رفض المجتمع كان فظيع لغايه بالظبط. دلوقتي. ما تفتكريش ان احنا بقى عندنا وعي، لا هو كفايه قوي انت ما بتشوفي طفل وهي خارجه بيه في اي مول ولا في اي حته وانت حقيقي. انت لا انت يعني بصي يا عيني يا لا حرام. بالعكس، احنا النظره اتغيرت جدا. فلسه موجود نفس معانا مداخله، استاذه شيماء مساء الخير. اهلا وسهلا، استاذنك بس وطي التلفزيون واتكلمي من الميكروفون. اتفضلي وطي بس التلفزيون يا استاذه شيماء، او وطيه خالص واتكلمي من التليفون. اتفضلي يا فندم. بس كنت حابه اشكر دكتوره سهير، لان انا كان ليا تعامل مع ابني. تمام. بس لو كان في فرق صغير يعني بحب اشكرها، وصدفه سعيده ان انا شفتها على التلفزيون. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ده شكرا جزء ليكي. صغير من شغلها. شكرا ليكي يا لا رب. والله كانت فعلا جلسه واحده بس فرقت معايا جدا، ما وان شاء شاء الله الله نكمل وربنا يوفق حضرتك يا رب. ان شاء الله. شكرا. انا شفت حضرتك يا دكتور شكرا سعيد. ليكي. شكرا يا شيماء، اشكرك. شفتي ادي ثمار جني شغلك. لا ده حاجه جميله جميله طبعا والله، حاجه دي. جميله. فبرضو عايزه اوجه رساله برضو من خلال البرنامج بصراحه لدكتور عيد البجرمي، برضو من الناس اللي شغاله كويس قوي، واحنا عاملين مؤتمرات كتيره للمهرجان. معانا طبعا استاذ عصام عطا والاستاذه دعاء محمد والاستاذه عبير امام واسماء طنطاوي، فعاملين شغل برضو، لان الموضوع ده بجد بيبعث جوانا سعاده فوق ما تتخيلي بامانه. طبعا طبعا. لا يعني جميل جميل يعني. وبعدين انت
حتى لما كنت دايما بدرب الطلبه او البنات او الاخصائيين في دورات بتخص زي ما احنا، فكلهم احنا بنشتغل عشان يعني بتكسبي حاجتين من الشغل ده، بتكسبي ماده عشان لازم تكسبي ماده، وتكسبي رضا ربنا بانك تدي ده كل قبل واحد المادة حقه طبعا. بالظبط كده، ان انت بترضي ربنا، ان انت بتكوني عندك ضمير في شغلك، لان الاطفال دي هي مش هتعرف تقول انت عملتي معاها ايه وما عملتيش ولو معاها ما ايه. حدش مدلهم يد المساعدة، احنا كلنا كلنا محتاجين بعض والله. هي طبعا الموضوع سهل وبسيط، كلنا لو مدينا ايدينا لبعض صدقيني كلنا هنبقى مجموعة جميلة جدا. اكيد. فاحنا طب انا عايزة ارجع بس للمؤتمر، المؤتمر امتى هيتعمل؟ المؤتمر هيبقى يوم 31 10 ان شاء الله. احنا معزومين ولا لا؟ طبعا يعني عشان نبقى عارفين بس. البرنامج كله معزوم، انتوا ان شاء تنوروا. الله بإذن الله. هيكون في قاعة التعليم الذاتي بالزمالك، هو جنب مركز شباب الجزيرة تمام. ان شاء الله. هو المؤتمر هيبقى يعني هيوفي حاجات كتير، وكل اللي هيحضر هيستفيد. ان احنا شاء الله. بندعو، انا دعوه من البرنامج بتاع حضرتك، بعد بدعي كل المؤسسات الكوادر اللي موجودين في المؤسسات والجمعيات ان هم يشرفونا ويحضروا المؤتمر، هيستفيدوا كتير من الاساتذه اللي مقدمه بحوث ومقدمين ورش عمل. ان شاء الله وزي ما حضرتك برضو ذكرتي دكتور عيد، دكتور عيد راجل يعني طبعا. طب احنا خبير في ذات معانا متخصص. مداخله من طاقه ايجابيه، الأستاذة الإعلامية الصحفية المرموقة الجميلة أستاذة دعاء محمد. مساء الخير. زي الفل. زي طب أنا أقول إيه بعد كل التقديمة الحلوة دي؟ ما ده دي أقل واجب والله. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، بتبسط قوي لما أشوف ابتسامتك الجميلة دي يا أستاذة ربنا أزياء. يخليك يا أستاذة دعاء حبيبتي. الله عين شمس يخليكي. جايبها لك كلها أهو عشان هي من عين شمس. أنا بصيت عشان عين شمس عندكم. طبعا أحلى 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 أصدقاء تحية عندي أستاذة من عين جامعة شمس عندنا. والله. ربنا الله يخليك. يخليك، نورتينا يا استاذه، وان شاء الله تبقي من القامات اللي هنشرف بيها في عين شمس. ان شاء الله باذن الله طبعا بدعمكم. اي نعم انا اكيد. حدايق الاهرام بس هروح لها عين شمس، ما تقلقيش، ما يلا حبايبي هناك. احنا موجودين هنا وراها رجاله جامده اهي. ربنا يخليكي، شكرا يا دعاء للمداخله، ربنا الله يخليك، يخليك. اشكرك. كنت عايزه اتكلم معاكم على اتفضلي موضوع اصحاب الهمم. اتفضلي. احنا فعلا فريق يا استاذه اسماء مش هيتكرر تاني، ده حقيقي. سواء حضرتك استاذ عصام، استاذ عبير، دكتور عيد اللي دايما بيجمعنا، فاحنا فريق فعلا مش هيتكرر تاني، ودايما دايما دايما يا رب مع بعض يا في رب فعل الخير ومع اولادنا. يا رب ان شاء وميرسي الله. جدا، ومش هطول عليكم. ربنا باي باي. يخليك يا حبيبتي، اتفضلي. ميرسي ايه يا يا حبيبي، باي دكتور. باي. فعلا احنا فريق بنحب قوي الموضوع ده، بنتجمع فيه عارفه، بنحس ان احنا طالعين رحله من الرحلات الروحانيه الجميله، طبعا طبعا كلنا بنلتقي طبعا. في حب خير، فحب الخير دايما بيبعث جواك ابتسامه، امل، تفاؤل. فاحنا بندعو فعلا الناس كلها ان حب الخير والتفاؤل، وان احنا نضم الاطفال دي لحضننا، هو ليهم حق وادي علينا، مؤتمر هم ليهم حق وليهم نسبه ليهم حق كبيره علينا، جدا، ما ينفعش يتناسوا لان هم ولادنا، هو جزء عندهم مننا. مهارات وقدرات ده حقيقي، فائقة ده يعني، حقيقي. واكيد حضرتك شفتي في مؤتمرات كتير قد ايه بتطلع نماذج. فاحنا برضو في المؤتمر بتاعنا عارضين نماذج يعني في إعاقة بصرية وإعاقة سمعية وإعاقة ذهنية، ما شاء الله. فان شاء الله هيكون لا ان شاء حاجة، الله هيكون هيكون مؤتمر حاجة قوي جميلة باذن بإذن الله. الله، وكلنا باذن بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى في ظهرك ومعاكي ان ربنا شاء الله. يخليك يا حبيبي. عايزه اقول لاعزائي المشاهدين، في مفاجاه كده، هي ما كانتش راضيه تقول والله دلوقتي، قالت بس اصبري عليا اسماء شويه، ان هي مرشح برلمان 2020، حبت تكون جوه الكرسي لاسباب هتعرفوه منها، بس اولها ان انا انسانه عايزه اكمل شغلي بكادر، بقوه، بحصانه. فهي تكمل. دكتوره سهير، ليه اخترتي ان انت تترشحي في البرلمان؟ بعد ما حضرتك عملت المؤسسة وبدأت ان انا احاول اعمل منها شغل، لقيت ان انا عايزة اعمل خدمات كتير وعايزة اعمل حاجات كتير، تمام. فمحتاجة وسيلة، محتاجة أداة تساعدني ان انا اقدر احقق كل الكلام ده. تمام. عين شمس دي بلد او منطقة جميلة وليها أكيد. تاريخها، ده حقيقي. يعني محتاجة انك تقدري، محتاجة حد يقف جنب الشباب اللي موجود فيها، لان هم مظلومين، ده مظلومين في حقيقي، حاجات كتير، ده حقيقي. في حاجات كتير. هستأذنك بس معانا مداخلة اتفضلي. من أستاذ علي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم، تحت أمرك، اتفضل. الله يخليك. والله انا سعيد جدا ان حضرتك يعني بتعرضوا المرشحة انها تتكلم عنها خدمة الجمهور، تمام. ويا ريت والله نتمنى من ربنا يعني يكون في توفيق، وان يكون ان شاء الله. يكون يعني في اعمال كويسه ان شاء الله
النايبه انها ان شاء الله تقدمها للبلد وللجمهور يعني. بدعمكم ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله نقدر نختار من يصلح لنا باذن الله، ربنا يوفقنا انه يعني يحطنا في المكان الصحيح، الانسان الصحيح ان شاء الله. شكرا يا استاذ علي. اتفضلي يا دكتور. حضرتك هو في يعني حوالي 30 مرشح كان لعين شمس، وكل واحد ليه اهدافه في ان هو يحقق انجازات للمنطقه، كل واحد باسلوبه وبطريقته، فربنا يختار اللي الاصلح فينا يعني. واكيد برضو حتى اللي مش هيحالفه الحظ برضو هيكمل دوره وهيكمل في ان هو ده اللي عايزه اقول لحضرتك دكتوره، لازم ان احنا نساعد قبل ما يكون مرشح برلمان، اكيد هيكون ليه شغله قبل ما يفكر يترشح، عشان انا مش هختار حد ما اعرفوش، انا لازم اختار حد خدمني فعلا، حد واقف جنبي، حد بيخبط عليا بيسالني في ايه، حد كل ما بنروح له مقره بنلاقيه، انما مش هنختار تاني حد ما لقيناهوش زي ازمه كورونا كده. تمام. طبعا حضرتك يعني، بس عارفه يعني انت ممكن تبقي بتعملي خدمات بس انت مش باينه. صحيح. يعني انا حد مش باين، بس انا كنت بعمل حاجات كتير، بس انا ما كانش في يعني لو حد طلب مني المساعده كنت بقدمها، لكن ما كنتش بحاول ان انا يعني مش لازم كل الناس تعرفني يعني. صحيح. انا حابه اعمل الخير من بدون حاجه، لكن حاجات كتير طبعا لذوي احتياجات خاصه، من ضمن الحاجات برضو اللي ايه انا يعني خلتني برضو يعني عايزه ادخل في الفلتر كمرشحه يعني. تمام. برضو ذوي حاجات خاصه في عين شمس، المراه في عين شمس، الشباب اللي في عين شمس، اهم حاجه الشباب ده مظلوم فعلا. جدا على فكره حقيقي. يعني حضرتك هناخد بس مثال بسيط، المدمن ليه؟ عشان مش لاقي شغل، عاطل واقف على النص، وبالتالي بقى نظره المجتمع ليه حتى لو هو بطل ادمان هو مش هيشتغل، ان هو متهم، مش هيشتغل اكنه متهم مع انه مريض، مع ان هي فيها يعني احنا نقدر في موارد موجوده في عين شمس، نقدر كلنا كايد واحده نقدر نشتغل، نقدر نطلع حاجات جديده. صحيح. يعني ما يبقاش النائب واخد المكان لوحده، لا ده احنا عاملين فريق، فانا من ضمن البرنامج بتاعي ان انا عامله فريق، الفريق ده هيبقى من كل شارع في عين شمس، هاخد 2 ستات ورجاله او 3 ايا كان العدد، المهم اللي هو مختارينه، ونبقى فريق 300 200 زي ما يكون العدد، ونبقى موجودين دايما بنتواصل مع بعض، كل واحد فينا بيعمل الانجازات اللي ممكن تساعد في حلول المنطقه. طبعا الفكره دي انا يعني قلتها في اجتماع كده كان عاملوه لي، فبعد كده فوجئت ان حد من المرشحين بيقدمها على ان احنا كلنا ايد واحده. طب ما اكمل اول إيد. طبعا انا انبسطت ان انا كويس ان انت عملتي روح ايجابيه مع ده حاجه حد. جميله ان احنا طبعًا. كلنا نبقى ايد واحده وكلنا نفكر بنفس الطريقه، والمفروض ان احنا كلنا بنساعد بعض في النهايه عشان نوصل ان احنا نحل المشاكل اللي موجوده بالزبط. فكل ملف من الملفات اللي موجوده كلها ليها حلول، كلها بالعلم وبالتفكير وبالاتحاد. لسه بيتحد، لان مفيش حد في الدنيا يقدر يعمل حاجه لوحده، اكيد، انما احنا نقدر نشغل الناس، نقدر حضرتك في ظواهر كمان، ظواهر اجتماعيه ونفسيه وسلوكيه موجوده، احنا بتوع علم النفس لما بنلاقيها ظاهره كده عماله كترت، لان عين شمس من دلوقتي غير من 10 سنين. صحيح. من 10 سنين ما كانتش كده، ما كانش فيها الظواهر السلوكيه دي، ظهرت دلوقتي، فاحنا بنعمل لازم نعمل دراسه، لازم نعمل لها بحث، ليه حصلت؟ وليه حصلت دلوقتي؟ وايه الحلول اللي احنا ممكن نقدمها عشان احنا في اي حاجه زي ما قلت لحضرتك بالقوه بالاتحاد بالعلم لازم هتتحل. بالحب. لازم وبالحب طبعا. معانا مداخله، استاذه سناء مساء الخير. مساء الفل، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، اتفضلي. انا يا دكتوره ليا ابن اخويا عنده 12 سنه وما بيتكلمش. وعنده توحد. حضرتك منين يا فندم؟ منين؟ من الغربيه. الغربيه. حضرتك وديتيه في اي مكان؟ عملتي له اي تقييمات؟ عملنا له تخطط طنطا وجلسات وكل ما تتخيليه، ودلوقتي ماشي بالمهدئ، ولو مش المهدئ ما يعرفش يقعد دقيقه. هو حضرتك مين اللي شخصه اوتيزم؟ ايه؟ مين اللي شخصه اوتيزم؟ لا خليها إيه؟ دكتور انا مش عارفه اسمه بالظبط. ايه؟ لان هو ابن اخويا يعني. لا يعني طب ممكن تتوجه لحضرتك فين؟ طب حضرتك خدي تليفوني وكلميني وانا هشوفه، ممكن حضرتك تجيبيه التليفون على الشاشه حضرتك، انا هشوفه وهنشوفه. كلمي الدكتور. طب حضرتك تشوفين فين يعني؟ حضرتك هشوفه في المكتب بتاعنا في عين شمس في المركز. مش ما حضرتك مالكيش مكتب في دمتا؟ لا والله. معلش حضرتك ده يوم واحد تيجي القاهره ما فيهاش حاجه يعني، هتنورينا. ماشي يا دكتوره. ماشي. تشرفي. ماشي حبيبتي. اتفضلي يا دكتوره. فعلا ان شاء الله باذن الله تفتحي كذا مكان في كذا. احنا برضو دايما احنا يعني بدانا بنعمل في ان شاء الله في سوهاج. طيب. وبنعمل تمام. في بنها، واحنا ان شاء الله المؤسسه بتاعتنا هتبقى كل المحافظات. بالمناسبه الاستاذه بنت من ابناء الصعيد، سعيدية. بنت سوهاج.
يعني خط الرجاله والجدعانه والصعايده بقى، وانا منهم، بيشرفني طبعا ان احنا ربنا ولاد الصعيد، فطبعا عايزين برضو نخدم اهل ما انا الصعيد اديني بقول لك ده اول حاجه اه انا هنعملها في سوهاج وبحري عشان ما وبنها. نتضربش ما بس انا يا قلت لك دكتور. سوهاج وبنها الاول بادئين بيهم، اه واحنا ماشي الفرع بتاعنا في بتاع وسط البلد ان شاء الله، ان شاء الله. وهتلاقينا بعد كده في كل المحافظات. ده طيب لازم ان شاء احنا، الله باذن الله، دي لان زي حاجه ما قلت جميله لك جدا احنا كلنا في المؤسسه فريق كبير، فاحنا كلنا شغالين كده هننتشر في كل حته باذن الله ان ان شاء شاء الله الله. بالتوفيق. طيب بالنسبه بقى للمؤتمر، طبعا كل اللي هيجي لازم يكون ملتزم بالاجراءات الاحترازيه، اه تمام. عامله عدد معين علشان خاطر لو احنا اتكلمنا او من خلال البرنامج نبقى عارفين هو عشان المفروض ما ان القاعة نتوسعش. 150، اه فهم قالوا يعني احنا 50% هيبقى 75، تمام. فاحنا يعني نتمنى طبعا من الناس القامات اللي في البلد، طبعا كل المصريين قامات، اه طبعا كل كل المصريين المصريين جدعان، جدعان. انا وكل المصريين ولاد بلد، ايوه فنتمنى ان احنا نحضر نقف معاهم نفرحهم، هيبقى يوم مفرح وان شاء الله باذن الله يوم خير، يوم فيه حب. كرري تاني اليوم حضرتك والمكان. 31/10 المكان قاعة المجتمع مؤتمرات المدني. التعليم الذاتي تبع وزارة الشباب جنب مركز شباب الجزيرة في الزمالك. تمام. المكان سهل و ما هو اللي هو المجتمع المدني اسمه تقريبا. طب تمام، ادي المكان والميعاد. وادي الميعاد، كده ما عندناش حجة يعني نحضر ان شاء الله، ان شاء نحضر الله باذن الله ونشاركهم الفرحة. ان شاء طب الله. بالنسبة لبرلمان 2020 وعين شمس، اكتر مشاكل انت حاسه ان انت عايزه توجهيها بيد من حديد؟ طبعا الظواهر اللي هي موجودة، البطالة والسرقة والتحرش كمان اللي موجود في الشوارع بالبنات، لأن دي طبعا حاجات من الحاجات اللي لازم نقف إليها. الزبالة اللي في الشوارع، المرأة بقى، لأن المرأة هناك يعني طبعا عشان الظروف المادية، لأن المستوى المادي منخفض. ليه؟ مفيش. مفيش شركات، مفيش مصاري، مفيش أي حاجة في عين شمس ممكن تشغل لنا. والنهارده حتى لو فاحنا الام شغاله والاب شغال، الاولاد حمل. الاولاد حلم، وكمان اللي بتبقى موجوده وزوجها مش بيشتغل لظروف صحيح. صحيه، المطلقه، الارمله، كتير يعني فئات تمام. كتير من الستات. فاحنا عايزين نشغل الستات دي، عايزين نشغل الفئات الخاصه، عايزين نساعد الشباب. يعني انا عايز اساعد الشباب برضو، ان انا تخصصي في الادمان، في علاج الادمان فده هيخلي لي برضو ان احنا نعالج الادمان، نحل الظواهر بالظبط. ما انا هقول السرقه لحضرتك على برضو مفاجأة انا هتعاون معاكي فيها بس بعد المكالمة. طيب استاذ تمام. وسام، الو الو استاذة وسام، استاذة الو. وسام مساء ايوه الخير، اتفضلي يا فندم. ايوه مساء النور. انا حابه اشكر البرنامج جدا انه جات حد محترم زي الدكتوره سهير، ربنا وبقول ربنا لها يخليك ربنا يوفقها يا رب ويكرمها على قد يا ما هي رب. بتساعد الناس، انا اعرفها معرفه شخصيه، تمام وربنا يجعله في ميزان حسناتها يعني كل اللي بتعمله، وبالتوفيق يا دكتوره. ربنا ان شاء يخليك الله يا رب، ربنا ربنا يخليك. يخليكي تسلم، دايما ان شاء الله. شكرا شكرا ليكي، يا استاذه، شكرا. شكرا. طبعا ملف الادمان انا معاكي، بالنسبة لكتلة ائتلاف في القاهرة لعلاج الإدمان، إحنا كيان بادي بقاله سنة وسبع شهور لحد جميل. وقتنا هذا 3000 متعافي بفضل الله ثم بفضل أستاذ عناية السنان. طبعا يهمنا إن كوادر زيك تبقى معانا ادينا حلينا زي مشكلة اهو. حضرتك. تمام. أدي مشكلة البطالة، أنا عندي فرص عمل كتيرة قطاع خاص تمام. بس مؤهلة تماما زيها زي وزارة التضامن الاجتماعي، فيها التأمين الصحي وفيها كل الضمانات انتي بتاعت حليت لنا مشاكل عين شمس موجود، كلها كده. فدي أنا مع حضرتك برضو ان فيها، شاء الله. نعمل صفحة خاصة بالشغل تمام. دوت، ده من خلال برنامج حكاية ولاد البلد، لأن احنا فكرتنا كلها إن احنا بنعيش جوه بيوت ولاد البلد اللي احنا منهم، فلو تمام. احنا مش هنقدر نعمل لهم حاجة يبقى ملهاش يبقى لازمة إن من احنا نطلع أصلا، صح دي رسالة. صح بدور الاعلام. بالظبط أيوة. دور الاعلام ان احنا نساعد، رسالتنا ان احنا نوعي نساعد، ونساعد، نوعي لان ونساعد. ده كورس هنتحاسب عليه. تمام صح. فدلوقتي باذن الله ده فكره جميله جدا وهنبقى مع بعض فيها. ان شاء الله تمام. ان شاء الله. طيب تمام، هنطلع فاصل صغير وراجع لكم تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل. عايزين دكتوره، في جات لي استغاثه طبعا، عايزه اقول لمجلس الشعب الجديد ان شاء الله او البرلمان 2020، موضوع مصاريف المدارس عليت قوي والناس تعبانه، يعني في ناس كتيره امكانياتها غير متاحه لده، فياريت يكون في نظره رحيمه شويه بالناس ان احنا يعني نظبط موضوع المصروفات ده شويه. عارفه حضرتك برضو المصروفات، وكمان كورونا خلت الناس امكانياتها الماديه ده يعني، حقيقي، وربنا فالموضوع يستر يعني
من اللي جاي، فاحنا عايزين بس نكون يعني مساندين ومساعدين للناس على ده تعليم، يعني دي حاجه اهم حاجه بنعملها، تعليم الصحه. كل اعضاء البرلمان المفروض ان هم دورهم ان هم بيوصلوا صوت الشعب للمجلس عشان يقدروا يساعدوهم بتشريعات بقوانين بقوانين. بالظبط بالظبط كده، فاكيد ربنا ان شاء الله هيسرها ونقدر نعمل حاجه عايزين لو قانون ربنا كرمنا الانسانيه يعني. شويه طبعا ده يعني ده مهم قوي، قانون الرحمه يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس هو ده اساسي ان يعني، شاء الله. اساسي ان انت تبقي انسانه وتتعاملي مع انسان يعني. صحيح احنا عندنا في علم النفس اساسي، لان لو جايه لي حاله، الحاله دي المفروض انا لما يدخل لي لا ليا دعوه بشكله ولا بلونه ولا بجنسيته ولا ولا بشغله بديانته ولا ولا معاه باي ايه حاجه، ولا اي انا حاجه، داخل لي انسان. انسان فانت لازم تتعاملي مع اللي قدامك طبعا. على انه انسان، صحيح، انسان وانت انسانه. ما انا بديله طاقه ايجابيه يقدر يكمل بيها، مش اما يدخل عندي انا عندي مشاكل وانت عندك مشاكل. اكيد طب طبعا. لو انا قابلتك بوجه عابس وانت نفس القصه، اكيد مش هنتنافر، مش هنساعد بعض. انما لما انا اضحك ما يزق، احنا الحلقه النهارده جميله حاجة جميلة، جدا حاجة جميلة جدا. وتصاحبنا وفي سهوله، لان احنا عايزين حاجه تنجح، فعشان تنجح لازم احبك لازم يبقى وتحبيني. في حب. تمام. بالظبط. طب احنا عايزين نوجه رساله وعي للناس اللي بتقول انا مش هنزل انتخب. لا، هو ما ينفعش محدش ينزل ينتخب. ده القانون بتاع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه اداهم الحق ان هم ينزلوا للترشيح ونازلين. انا عندي طالبه احتياجات خاصه جميله جدا هتيجي في المجتمع عشان تقول كلمه، ان وقالت شاء لي انا الله. عايز انزل عشان انتخبك، انا مش من عين شمس بس انا عايزك. طب انا هخلي اصحابي اللي هناك ينزلوا. فكل واحد لازم ينزل ويشارك، حتى مش مهم تنزلي انت، لو نزلتي وخدتي فكره عن كل واحد واختاري اللي انت حاسه بيه ان هو ممكن يساعدك. تمام. انما ما تنزليش، لا ما ينفعش، لازم صحيح. ننزل. احنا كنا عاملين الفيديو كده صغيره، عايزين نحطه برضو في كدعايه كده، نبعته للصفحات كلها وللناس ان كلها شاء كواعي الله ان الستات تنزل. كل طبعا اللي ليه حق انه الانتخاب يدلي بصوته لازم ينزل. لازم ينزل، ما صحيح. يسيبش الصوت يضيع. لازم لان لازم احنا عايزين نظرة المجتمع الخارجي لازم كمان يتغير. تكون لينا حلوة، تمام. بلدنا بخير، احنا نازلين وبننتخب، هي بخير والله، وهننتخب طبعا هي بخير بخير. وهتفضل بخير، هننتخب من يمثلنا. عايزة رسالة لأهالي عين شمس اللي انت هتمثليهم. بصي، هو انا عين شمس، انا اتربيت في عين شمس وحياتي كلها في عين شمس، مدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي حياتي كلها في عين شمس. فانا طبعا انا نازله عشان عين شمس وعشان اهالي عين شمس، وربنا يقدرني لو حلفني الحظ. انا مش عارفه اقول لك انا هعمل ايه، ان شاء الله. انا هعمل كل حاجه ممكن اعمل طبعا بالفريق اللي معايا، اكيد طبعا، من الفريق اللي اكيد معايا ده كله من عين شمس، باهالي عين شمس هم اللي كلهم. هيساعدوني عشان بالظبط. اقدر اعمل اللي هم محتاجينه واللي انا محتاجاه منهم، زي ما هم محتاجين لي انا كمان محتاجاه لهم. حلو قوي. ف عين شمس جميله ده بلد جميل، منطقه باهلها جميله جدا جدا. باصدقائي اللي فيها اللي بحبهم قوي، هم احنا عارفين نفسهم طبعا، ف احنا مساندينك. انا دايره تانية خالص، بس بس انا كفايه وجودك معانا. حاجه قبلك في الميدان ان شاء الله. ربنا يخليك يا اي رب. حد بيخدم بلدنا، اي حد بيحب بلدنا بجد لازم نقف في ظهره. بصي هقول لحضرتك حاجه، وكل واحد عنده انتماء لشيء يعني. الطفل اول ما بينتمي من انتماء بيتولد لاسرته، يزيد امه شويه صحيح. للناس اللي حواليه واصحابه، شويه للمكان اللي هو عايش فيه. لما تيجي تقولي انت منين، يقول لك انا من المنطقه الفلانيه. زي ما انت يكبر شويه المحافظه اللي هو منها، شويه البلد. فاحنا كلنا في النهايه انتمائنا لمصر. طبعا اكيد، فاحنا ما ده امنا انا الكبيره. انت وانت بره بتبقي فخوره جدا لما تقولي انا من مصر، انا سعوديه، انا من المنشاه، انا مثلا من سوهاج، انا من اسكندريه، انا من المنطقه، انا من بحري. عين صحيح. شمس، انا بنت الحاج محمد التوني. انا فاهمه لما حضرتك بتتكلمي كده. انا بنت عابدين، بنت طنطاو. فاحنا كل واحد فينا بيبقى عنده انتماء عمال صحيح. يتدرج كده لغايه في النهايه هيصب جوه ده حقيقي، مصر، ده حقيقي. لان احنا مفيش حد ما وبنحبها بيحبش مصر. وهنفضل نحبها وبنعشق ترابها، وان شاء الله باذن الله هي ام الدنيا وهتفضل هتفضل ام ام الدنيا الدنيا باذن اكيد الله. طبعا. على فكره مصر يعني كل دول الخليج، كل دول العالم دايما تقول لك احنا بنرتاح في مصر، ايوه بنشم نفسنا في مصر. بيحبوا مصر جدا. اهم حاجه بقى احنا نحب مصر، عشان احنا لو حبيناها هنكبرها اكيد بنحبها. طبعا. هتلاقي ناس كده، كل المصريين لازم يحبوا الظروف مصر. بتمر على كل البلاد بيبقى وكل البيوت لازم يكون فيها مشاكل، امال هنقول يا رب ازاي؟ فلازم عشان نقول يا رب، ولازم كل واحد فينا واخد حقه 24 قرود. ناقصه حته، هو مش ناقصه، لا لا هي مش حد، متكمله عنده مش وناقصه حد عند حد ناقصه. تاني. تمام فنقول يا رب ونحمد تمام ربنا وعن اللي احنا فيه، ودايما نحط ايدينا في ايد بعض، والنماذج المشرفه اللي زي الدكتوره سهير نحتذي بيها، وغيرها وغيرها وغيرها. لو اجتمعوا كلهم في برلمان واحد تحت قبه واحده صدقوني هيفيدوا مصر.
انزلوا وانتخبوا اللي انتوا عايزينه، اللي انتوا شايفينه اللي نافعكم. في النهايه طبعا بشكر دكتوره سوير جدا. عايزه تقولي حاجه؟ قولي. انا بس عايزه اقول كل سنه فضل. عايزه اقول لاهالي عين شمس واهالي الصعيد واهالي مصر كلها، وجه قبلي ووجه فحل، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. وبشكر حضرتك طبعا، وبشكر كل الناس اللي في البرنامج المعدين البرنامج، واتمنى ان يعني كل دور واقدر يعني اقدم خدمه لل ان شاء لمصر الله. وخاصه لل ذوي الهمم إن شاء الله. ان شاء الله، وان شاء الله يكون لينا معاها لقاء بعد نجاحها في البرلمان باذن الله، ونكون اول المهنئين لها. في نهايه الفقره الاولى بشكر دكتوره سهير الدوني. شكرا لحضرتك. طبعا انتظروا الفقره الثانيه مع كابتن طارق الدقاق، وضيفه جميله قوي وفقره ممتعه فيها افاده جدا لنساء مصر. انتظرونا بعد الفاصل.